أهلا وسهلا بجميع السادة المشاهدين وكل مستمعينا عبر الأثير الموجة 91 FM وكل متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. مساحتنا دي مساحة بنطمن فيها على أحوال الطقس، نشوف أحوال الطقس لهذا اليوم وأيضا طوال الأسبوع. هي الأجواء صيفية لكن بنتحايل نقول إنها يعني أجواء ربيعية ونتفائل وإحنا داخلين على شهر رمضان الكريم. سعيدين جدا أن تكون معنا الأستاذة إيمان حسن من هيئة الإرصاد الجوي. صباح الخير عليك أستاذة إيمان. صباح النور، يسعد الله صباحكم بكل خير أستاذة المستمعين والمشاهدين والأستاذة المذيعة والتيم العامل في البرنامج، مرحب بكم. أهلا بك أستاذة إيمان، يعني طمنينا أخبار الجو شنو الليلة؟ والله الحمد لله الأجواء لا ما دي مستغرة، وهو ده لسه باقي من الشتاء، يعني إحنا لسه عم نقول عليه الصيف دخل. صحيح. لكن الأجواء لا ما دي مستغرة الحمد لله، حتى لو ملاحظين إنه في برودة بسيطة. صحيح. وأطمنكم إنه حيستمر كده لحد يوم الأربعاء أو حاجة زي دي، يعني حتى لو في زيادة في بعض المناطق بسيطة درجة أو درجتين ما أكثر من كده، لكن الأجواء مستقرة هذه الأيام إن شاء الله، ما بكون في أتربة بإذن الله تعالى. برضو نشاط الرياح قل شديد، لأنه اليومين الفاتوا دي كان في أتربة شديدة وتلاها انخفاض في درجات الحرارة، بنقول على جبهة هوائية باردة، لكن لأنه نهاية الشتاء ما بتكون تأثير قوي زي ما في منتصف الشتاء أو في ذروة الشتاء. فالأجواء مستغرة الأيام دي إن شاء الله. إن شاء الله نتفائل، زي ما قلت إحنا بنعتبرها يعني أجواء ربعية عشان متجرسين من الصيف. أي والله الناس كلها دي فترة انتقالية، وفترة انتقالية صعبة جدا. صحيح. بين الشتاء والصيف بيكون في تقلبات كده، مرة تبرد مرة تسخن، مرة تبرد مرة تسخن، فدي بتسبب الأمراض وبتسبب التهابات والحاجات الكثيرة الحائمة الأيام دي. ربنا يحفظ الناس ونتحكم بالصحة والعافية إن شاء الله. اللهم أمين. يعني توقعات عامة، يعني شهر رمضان مقبل والصيام مع قطعات يعني الكهرباء اللي حتكون مبرمجة، توقعاتك؟ والله الله المستعان، إحنا توقعاتنا شهر ثلاثة ده بالذات إنه هو بيكون في المعدلات الطبيعية أو أعلى من المعدلات الطبيعية. يعني شنو معدل طبيعي؟ مثلا لو كان هو متوسط درجات الحرارة لثلاثين سنة، يعني عندي مثلا في الخرطوم لو متوسط درجة الحرارة كان 35 والتوقع بتاعي كان 36، بقول الحاجة دي أعلى من المعدل حتى لو بدرجة بسيطة يعني. فحيكون هو الطبيعي بتاع شهر ثلاثة أو شهر أربعة، لكن طبعا ذروة الصيف والسخانة الشديدة شهر خمسة. بإذن الله ربنا إن شاء الله نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يعدي رمضان ده على خير، لأنه نهاية شهر ثلاثة وبداية شهر أربعة دي ما تكون السخانة زي شهر خمسة. صحيح. نحن كان إن شاء الله رمضان ثاني ما عندنا مشكلة كده، إحنا اتفائلنا. أستاذ إيمان شكري لك جدا. أستاذ إيمان حسن من هيئة الإرصاد الجوي، وإن شاء الله يعني مناخ معتدل ولطيف طوال اليوم وطوال الأسبوع، ونبرد على الناس يا مهند نستمع.